ادخل. اخيرا اجيت اكثر من مره وما تكون هون. باليوم يلي خسرت فيه ولادي وفقدتهم، انت رحتي لعند عائشة قبل وقلتي لها ان عقوبتها ما حتكون نفي، حتكون اعدام. ما رئيس الحرس قال لك؟ معنات هالشي كمان مصطفى بيعرف. كالعادة كل شي بصير هون بتخبوه عني. شو بدي أعمل يا فاريا؟ انتي قولي مع الشخص المسؤول عن موت ولادي شو لازم أعمل؟ مراد، ما كنت بعرف إنه رح تساوي هيك. أنا كان كل قصدي إنه أنت أم منا، ولا للحظة خطر لي إنه عائشة ممكن تعمل هيك. مشانك أنتي وقفت بوش العالم وغامرت بحياتي كرمالك، حتى خيانتك غفرتها. بالمقابل أنت كافأتيني بأنك قتلتي ولادي يا فاريا. أنت مفكر أنه أنا مبسوطة؟ شو شايفني ما عندي ضمير؟ أنا ضميري بكل لحظة عم بيعذبني يا مراد، وأنا مو فهمانة في أم بتقتل ولادها بهالطريقة؟ مراد ارجعي على جناحك. ما كان بدي اياهم يموتوا. ما عاد بدي اسمع صوتك بعد اليوم. مراد، شوفي انتو شو بدكم مني؟ انت اللي قلتي له لمولانا السلطان. انا شو بدي له لمولانا؟ عن شو عم تحكي؟ اني رحت لعند عائشة وخبرتها بقصة الاعدام. والله العظيم ما شفته ولا حكيت معه باي شيء. شخصين بس اللي بيعرفوا ومستحيل يحكوا اصلا. ما ضل غير احتمال واحد، انت اللي خبرتي. بدك تنتقمي لعائشة؟ قولي والا بقتلك. خلص ماشي ماشي ماشي، والله رح احكي. سنة وبرخانو زلقتني وخلتني احكي الموضوع، واكيد هي اللي قالت لمولانا. سلطانة وقفي شوي، شو رح تعملي؟ صنوبر بتكون عشيقته لمولانا السلطان، واذا وصل له خبر انك انت تعرفتي. انا خسرت كل شيء واصلا ما عاد عندي شيء مهم. مولاي، شو اللي صاير مولاي لحتى اجيت لعندي؟ فاريا هي المسؤولة عن موت ولادي يا مصطفى، وانت بتعرف بالموضوع. شو اللي خلاك تخبي عني؟ ليش ما قلت لي؟ بترجاك تسامحني يا مولاي، كنت مجبور خبي عنكن. انا ما كان بدي ازعجك، خاصة بعد الحوادث الاخيرة. قلت هالموضوع اكيد رح يزيد حزنك. كيف عرفت بالقرار اللي أصدرته؟ بس أنت اللي بتعرفه. ما عرفت شلون. محتمل تكون فتشت بغرفتي وشافت الفرمان. ما بظن أنه في احتمال تاني. معقول كل هالشي صار بدون ما تحس؟
الحراس. شوفي شو الموضوع، مولانا شكله كثير مزعوج. مو مهم يا حسين، انت ليش جاي؟ انا راقبت محمد باشا مثل ما توقعت بالضبط. الارمن راحوا لعند محمد باشا وعطوه رشوه، شفتن عنده بعيوني. ممتاز، هالموضوع رح يضل بيني وبينك، بالوقت المناسب رح نتحرك. أغوات، لك مين أنت؟ مين أنت لحتى تروحي لعنده؟ كيف بتشتكي للسلطان مراد علي؟ مين مفكرة حالك؟ بدل ما تخجلي من حالك جاي ترفعي صوتك؟ لك خرسي خرسي ولا بقطع لسانك. سلطان خير شو بك؟ لا تفكري اني ممكن اسكت، انا بعرف منيح كيف رح عاقبك. شو بدك تعملي؟ مثل ما عملتي بالسلطانة عائشة؟ سلطانة وقفي، شكلك تعبانة، خلينا نروح على جناحي. تعالوا ساعدوني يلا بسرعة. انت شو ساويتي يا صنوبر؟ كيف بتحاكيها بهالوقاحة؟ ممنوع تحكي مع السلطانات بهالأسلوب. شو عملتي لعصبت عليكي هيك؟ كل وحدة على شغلة، يلا تحركوا. السلطانة فاريا راحت لعند السلطانة عائشة باليوم اللي انتحرت فيه وقالت لها أنك رح تعدمها، ولهيك السلطانة انتحرت هي وولادها. ما كنت بعرف أنها رح تساوي هيك، وبهيك يا مولاي خسرت ولادك. أنا كان كل قصدي أنه بس أنت أم منا. أغوات، ادخل. سلطانة، مولانا السلطان طالبك لعنده. مولانا طالبني، وينه مولاي؟
مولاي ألف مبروك، سلطانتنا طلع إحساسها بمحله، يعني مثل ما قالت هي حامل. بس أنت قلتي لي وقتها أنه مستحيل يجيب أولاد بحياتها. أنا ما عم بستوعب الشي اللي صار يا مولاي، هي معجزة، ربنا هيك إرادته. تذكر وقت حطيت سيفك على رقبتي، وقتها سألتني إذا كنت بخاف من الموت، جاوبتك بتخوفني شغلة وحدة، إني أخسر حبك. وما طاوعك قلبك تقتلني، ما فرطت فيني بوقتها، بس اليوم انت، اليوم انت فرطت فيني. وصلتني لأكتر شي بيخوفني، خسارتك. وخسارة حبك. وإذا لهلأ ما متت، وإذا جلادينك ما قتلوني لهلأ، فالسبب الوحيد إني حامل. أنت اليوم قتلتني، موتتني، بس أنا كمان موتتك، لأنه مشاعري تجاهك ماتت، وحبي إلك انتهى، كله انتهى اليوم ومات. نحن خلص خسرنا بعض، بجوز تكون هي إشارة من ربنا، ما بده إياك تموتي، وبده إيانا نمد إيدينا لبعض وننسى الأيام البشعة ونرجع نعيش سعادتنا من أول وجديد. مصدق اللي عم تقوله؟ بعد اللي صار معنا، يا ترى منقدر نكفي مع بعض؟
ما عم بعرفك يا مراد، ما عم بفهمك. حاسة إنه روحك غرقانة ببحر عتمة، بحر كله سواد، وكأنك مو قدران تطلع منه. وبحربك هي ضد الظلام والمستبدين، كأنك صرت واحد منهم. لو إنك كنت بتعرفني شوي صغيرة يا مراد، كنت رح تعرف بإني وطول عمري ما خضعت للظلام، حتى لو كان حبيبي واحد منهم ما بخضع. يا بنات، في عندي أخبار حلوة. الفرحة رح ترجع لقلوبنا من جديد بعد ما يخلق أميرنا ويملى علينا هذا القصر. سلطانتنا فاريا حامل. معقول؟ كيف شلون؟ مو على أساس ما بيجيها أولاد؟ كيف صار؟ سبحان الله، شو هالمعجزة هي؟ شو بكي أنت وياها؟ لسه كيف وشلون؟ خلص أنا عم قلكن حامل. بتروحوا بتوزعوا الحلو وكمان بتوزعوا العصير، فهمتوا علي؟ هي معجزة رب العالمين. يعني مو بس رح تعيش، لا ورح يدللوها كمان. مو معقول هالشي. شو رح نساوي بهالوضع هلا؟ مين كان بيتخيل انه ممكن بيوم تصير هيك معجزة يا سلطانة؟ انتي رح تصيري ام، لازم تنسي كل شي هلأ وتعيشي بس فرحة هالشعور. شلون بدي انسى؟ شلون بدي انسى اساوته؟ السلطان مراد مر بظروف كتير قاسية، وكمان بوضع صعب. برأيي بدل ما تتخلي عنه جربي تفهمي، حاولي تستوعبيه بدل ما تعاقبيه. مولاي، ما تكون تعبان أو مريض لا سمح الله. وينك يا مصطفى؟ ليش تاركني لحالي؟ أنت مثلن كمان عم تهرب مني. العفو يا مولاي، ليش لا أهرب بعدين؟ مين قصدك مثله؟ قصدي الكل. على مهلك مولاي، على مهلك. أولن أمي. وإخواتي وفاريا كلياتهم خايفين مني يا مصطفى،
مو هادي اللي كان بدك اياه يا مولاي. تركوني يخافوا منك، هذا الخوف بيدفعون للطاعة. خليهم يعرفوا انه ما في حكم بهالدولة لحد غيرك. قال روحي غرقاني بحر أسود من ظلام الليل. عن جد معقول؟ قال من كتر ما حاربت الظلام والمستبدين صرت واحد منهم يا مصطفى. حاشا يا مولاي، مين تجرأ وقال عنك ظالم؟ فاريا قالت هيك. أمرتهم يقتلوها وحكمت أعدام، بس ربنا ما أراد هالشي. طلعت حامل، وأنا لما سمعت إنه رح يصير عندي ولد سامحتها. يمكن مظبوط هالكلام، بحقدي وغضبي وبعنادي وتكبري كنت المسؤول عن كل شيء. خليتهم يعادوني وجبرتهم انهم يكونوا خونين.